مثل ما تابعنا بالتقرير، تحديات كتيرة عم تواجه كوكب الأرض، لكن كيف ممكن نكون كأشخاص وابتداء من بيئتنا صغيرة أشخاص فاعلين في الحفاظ على استمراريتنا ضمن بيئة سليمة؟ رح نعرف التفاصيل مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير نرمين سمر، يسعد صباحكم. يسعد صباح الخير. صباح الأجواء الشتوية الباردة، رغم أنه نحن دخلنا هلأ المفروض يعني بالربيع وتجاوزنا شهر بالربيع، لكن ما زال صحيح يعني يمكن انتم حبيتوا الشتويه. عم نعمل عم ترجع الشتويه رجعت فعلا يعني رجعت الشتويه للاسف. امبارح ثلوج ببعض ارياف دمشق، ببعض المناطق نزل ثلوج، يعني هذا الشيء يعني بيعبر عن مناخ خلينا نقول جيد نسبيا للمستقبل. لا امتى طيب الشتويه ولا كل المحافظات السوريه حتبقى؟ والله بصراحه حسب دراستنا نحن، وطبعا نحن كمان مستند نرجع للارصاد الجويه، دراسات متقاطعه انه فعلا هذا العام الشتويه ممتده، يعني نحن حندخل حتى ايار وحنلاحظ انه حتى شهر رمضان المبارك رح يجي رطب، يعني باجواء بارده نسبيا، لكن مو بارده مثل اليوم او امبارح. يعني في امطار، في برد، في ثلوج ولا خلاص خلصنا؟ لا بس مطر وبرد اي متوقع، يعني ما في صيف. اي متى رح تبلش الصيف؟ ممكن يبلش خلينا نقول نحن بعد 10 حزيران فحيجي الصيف، حنلاحظ هاي العام انه الصيف حيجي قصير، لكن يعني بس يمكن هذا عفوا يمكن هذا طقس غريب، يمكن اول مره بنشهد هذا الطقس المتقلب يمكن بسوريا. صحيح. وهون بنرجع لحديثنا اليوم يوم الارض. هذا الطقس ارتباطه باحتفاليه اليوم يوم الارض، لانه مثل ما تفضلتوا انتم بالمقدمه عام 1970 لاحظوا العلماء مدى تلوث مياه البحار والمحيطات بنواقل النفط، بالنفط قديش اثرت هذا الشيء على الاسماك وعلى الجو بشكل عام. بنرجع لعام 1970 وبعدين بنرجع أول منظمة كانت عام 1990، وبعدها صار 184 دولة عم تحتفل بيوم الأرض. ممكن نتعرف على يوم الأرض بشكل أكثر وأهمية هذا اليوم؟ تمام، 184 دولة بما فيهم سوريا، لأنه نحن كمان نحن بنحتفل دائما بيوم الأرض. طبعا مثل ما تفضلتي عام 1970 لاحظوا هذا التلوث الكبير للبحار والمحيطات، لاحظوا تأثير هذا التلوث على حياتنا اليومية. نحن بالنهاية على تواصل مع هذا المناخ، إذا أثرنا على هذا المناخ سلبا سيكون هناك رد فعل، لكل فعل رد فعل. طالما نحن عم نلوث هذا المناخ عم نأثر سلبا على هذا المناخ، شو رد فعل الأرض؟ رح يكون رد فعل الأرض قاسي. دليل على كلامي هذا العام هالأمطار هالحالة المناخية، نحن سبق وتحدثنا عليها وبمنبر الإخبارية السورية أنه نسبة التلوث العالية التي حدثت بمناخنا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يلي وصل عدد جزيئاته بغلافنا الجوي مو بس سوريا بكل العالم لأرقام غير مسبوقة، سبب ارتفاع بدرجات الحرارة كمان غير مسبوقة، فسجلنا 4 سنين متتالية درجات الحرارة عم تصعد بأرقام أكيد. استغرب العلماء هالأرقام غريبة فعلا. بعدين هذا الاحتباس الحراري شو عمل؟ بخر كميات كبيرة من الأمطار، كان لابد أن يأتينا شتاء قارس تفرغ هذه الغيوم من حمولتها، فأتى هذا العام شتاء القارس يلي فرغت الغيوم من حمولتها التي تراكمت خلال 4 سنوات الماضية. تتذكروا 4 سنوات الماضية كان الشتاء كتير شحيح، كانت الأمطار كتير قليلة خفيفة، فنحن رجعنا بذاكرتنا ل4 سنوات للذاكرة القريبة، لكن الذاكرة البعيدة هذا طقس سوريا. فإذا نحن الآن فعليا رجعنا لطقسنا الطبيعي يلي بيكون دائما أمطار وبرد. تتذكروا نحن أمهاتنا وآبائنا بيقيموا السجاد 1 أيار 6 أيار، يعني كان في برد لواحد أيار. المرة خلوا السجاد يمكن نقول لهم خلى بداية حزيران لأول مرة. لأول حزيران ففعلا كان في هيك نلاحظها، لكن إجتنا 4 سنين كان في حرارة عالية فما كنا متعودين على هيك شتاء نرجع. هلا طيب شو الشيء على شو هذا يبنى عليه؟ هذا الشيء اللي صار نتيجة تلاعب الإنسان بالأرض، بكوكب الأرض، بتوازن كوكب الأرض. شئنا أم أبينا نحن عايشين على كوكب، هذا الكوكب لديه بعض الإمكانيات التي يقدمها للناس، هذا الكوكب لديه سلسلة مترابطة متكاملة، سلسلة الحياة. إذا أتى الإنسان وبسوء نية أو بحسن نية كسر هذه السلسلة سنعاقب. السلسلة هي عبارة عن دورة الحياة، مياه تتبخر، أمطار تعود وإلى آخره، مياه جوفية. الإنسان شو عم يعمل بمعامله بمصانعه بإطلاقه لغاز ثاني أكسيد الكربون؟ تلوث للبيئة. تلوث للبيئة. هذا الشيء دعا العلماء أنه يجتمعوا ووصلوا رسالة لأصحاب القرار أنه إذا استمرينا هيك كوارث رح تحدث على الأرض. ونحن ما عم نحكي شيء مبالغ فيه، لا عم نلاحظ هذا الشيء. أندونيسيا مثلا 2000 جزيرة من 17300 جزيرة أندونيسية غرقت تحت سطح الماء
بسبب الاحتباس الحراري. طبعاً. دولة اللي هي جزيرة المالديف رئيسة قام بالأمم المتحدة وأعلن عن خطورة الوضع بالمالديف، مهددة هذه الجزيرة السياحية الآسيوية القريبة من الوطن العربي حتغرق أيضا. لاحظنا البندقية بإيطاليا قديش المياه دخلت للبيوت السكان البندقية. لاحظنا ثلوج هائلة بأمريكا، حرارة عالية بالصين، وأيضا بسوريا أمطار غير مسبوقة. إذا هذا كله شو سببه؟ سببه التلاعب بالأرض، ولهذا أتى 22 نيسان الاحتفال بيوم الأرض بس لنستذكر أنه إحنا عايشين على هذا الكوكب الجميل، خلونا نحافظ عليه. تماما، يعني احنا عم نحكي عن مدن كتير سياحيه حلوه مثل البندقيه والمالديف، يعني بدنا نروح عليهم، يعني قبل ما يصير لنا شيء بدنا نسافر. بس خلينا نحكي اليوم، يمكن اذا بدنا نحكي عن الانسان مثل ما بنزرع عم نحصد. نحن بيوم الارض اكيد في تحديات كتير عم تواجهنا ودراسات كتير عم تكون من الاحتباس الحراري. خلينا نحكي عن ابرز هاي الظواهر او الصعوبات اليوم عم تواجه كوكب الارض. تمام، مثل ما تفضلتي نيرمين، اولا الاحتباس الحراري هو الاكثر ضررا لكوكب الارض، واللي عم يهدد حياتنا على المستوى القريب، على المجال القريب، على البعد القريب، خلينا نقول، لانه فعلا هذا الشيء بلشنا نلمسه بشكل كتير كبير. مشان هيك طلع عنا مؤتمر باريس للمناخ او معاهده باريس للمناخ التي سوريا عضو فيه، والتي تجبر كل الدول الاعضاء فيه على الحد من تلوث المناخ. على فكره اكثر دوله ملوثه للمناخ هي الولايات المتحده الامريكيه بالمرتبه الاولى، تليها الصين. للاسف هالدولتين الاكثر تلويثا لمناخنا بشكل عام. الدول الصناعيه تماما الكبرى. اذا جينا للحاله الثانيه او المشكله الثانيه تتعرض لها الارض رح تتفاجئوا فيها، هي بكل بساطة الأكياس النايلون البلاستيك. دبح الأرض البلاستيك، البلاستيك أكثر مادة ضارة للأرض. يعني إذا تخيلنا حدث ما حدث على الأرض وانقرض الإنسان، أكثر ما يبقى من الإنسان هو البلاستيك. تخيلوا يمتد آلاف السنين هذا البلاستيك. فالبلاستيك والأكياس النايلون مسيئة جدا للبيئة. طبعا احنا ما فينا نعيش بلا بلاستيك ولا نطالب بانه نعيش بلا بلاستيك، لكن فينا نحد من استخدام البلاستيك. الاكياس البلاستيك اللي عم نستخدمها باكثر من مره ودائما نروح على المحل بحط لنا بكيس بنرجع على البيت بنكبه، غلط. خلونا نستخدمه اكثر من مره، نعيد فكر تكرار المواد اللي عم ناخذها نحن، لنحافظ عليها، لنحد من انتاج هذه المواد الصناعيه. اذا الخطوره الثانيه عندنا هي البلاستيك، عم تسيء للبيئه، عم تعمل تلوث كبير. اذا لاحظنا العالم بالذات، مثلا نحن عم نحكي على امريكا او الصين، اذا شفنا كميات البلاستيك التي تتلف يوميا شيء خيال. إذا بدنا نحكي عن أنواع تلوث البيئة، عنا تلوث خطر ممكن الإنسان كتير صعب يعيش معه، وتلوث عادي يعني ممكن يتعايش الإنسان معه، وتلوث يدمر البيئة. هدول أنواع التلوث البيئي. هلأ نحن بدنا ننتقل، طيب كيف فينا نحن نمشي بخطوات لنقدر نبعد هذا الخطر تلوث البيئة؟ ثقافة المجتمع، وعي الناس، أول خطوة هي وعي الناس. لما الناس تعرف أهمية هذا الكوكب وتحافظ عليه. أنا هالمحرمة ما زدتها بالطريق، لأنه المحرمة أو الورقة اللي عم زدتها بالطريق رح تتحلل، رح تطلق مواد كيميائية، المواد الكيميائية رح تساهم بالاحتباس الحراري وبالتلوث. فبلا ما كبها بالطريق، خليها بجيبتي للاقي أول سلة مهملات كبها فيها، هي شغلة جيدة. البطاريات الجافة كبها بمكان خاص فيها. حد من موضوع البلاستيك، مثلا انا الكيس اللي باخذ منه اغراض خليه عندي بالبيت، لما بدي اروح اشتري مره ثانيه اخذ الكيس نفسه حط فيه الاغراض مره ثانيه. فانا حديت هي كمجتمع، كمجتمع كدول. حتى مثلا بيروحوا مثلا بيزتوا القمامه على بقلب النهر، بيروحوا بيقلعوا الزهور. تمام. يعني كثير الانسان عم بيشكل هو خطر كبير على البيئه. كمان ممكن شو ممكن تضيف سمر؟ في عندنا كمان كارثه اكثر، السيارات اللي بتطلع هذا الدخان الاسود. هذا عم يضر السائق قبل ما يضر الناس. فهذا الوعي، هون الوعي. لازم نفكر بالآلية التالية، أنا لما كب بالنهر، أنا لما أقلع الزهرة أو أقطع الزهرة، أنا لما طلع سيارتي دخان أسود، أنا عم سيء لحالي، عم سيء لصحتي، عم ساوي أمراض سلة سمح الله وأمراض رئة عندي، أنا عم ساوي سرطانات وساهم بزيادة انتشار السرطانات كمان بعيد من عنا ومن عن المستمعين ومشاهدينا الكرام. فإذا نحن كتير مهم أنه بس نرسخ هذه الفكرة، أنه أنا لما عم كب هالوسخة إلى عقوبة، هذه العقوبة سترد الأرض علي. لا فكر أنه الموضوع بسيط والله زتيتها ومشيت، لا، هذه الوسخة ستتحلل، ستطلق غازات كيميائية، رح أرجع أنا شم أول واحد، وبالتالي ستؤثر على صحتي. لما كب أنا بالمي، أنا المي بالنهاية عم تجي على بيتي عم نشربها. حتى هي على موضوع المي، المزارعين عم بيسقوا بالمية الصرف الصحي الخضروات، أكيد هي قديش عم تأثر علينا كمان سلبا. يعني 100%. يعني التوعية قديش مهمة بهالوقت. صحيح، هي الفكرة، التوعية هي الحل بالنسبة للمجتمع. بالنسبة للدول بقى اجتمعوا وقرروا أنه العلماء يأخذوا دورهم بهذا المجال من خلال دراسة
كيفية معالجة غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي. نحن الآن أمام تحدي كتير كبير يلي هو كيفية معالجة غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي. هلأ ثقب الأوزون تحلت أموره، ثقب الأوزون بدأ العلاج له يعني يعطي أكله مثل ما بيقولوا، بلش النجاح بمعالجة ثقب الأوزون وبلش ثقب الأوزون يلتئم، وخلينا نقول بلشت نسبة الأشعة فوق البنفسجية بدخول الأرض تقل، وهذا شيء جيد. لكن عندنا الآن التحدي الأكبر، كيف نعالج نسبة جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون؟ هذا التحدي مسؤولية العلماء. في حلول كتير تعرض الآن بالمؤتمرات، في مؤتمرات كتير على فكرة كتير عم تصير مؤتمرات حول هذا الموضوع تحديدا. ناقوس الخطر دقة بأكثر من دولة، ولهذا العلماء يتسابقون لإيجاد حلول. أكثر من قمر صناعي تم إطلاقه لدراسة الغلاف الجوي للأرض، لدراسة تأثير الشمس، لدراسة مدى معالجة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون. صدقوني العلماء عم ياخذوا دورهم في معالجة غاز ثاني أكسيد الكربون. المشكلة عندنا أنه نحد من الأرض بإطلاق إلى الفضاء، يعني نحد من الإنسان من إطلاقه لهذه الغازات الكيميائية. إذا توقف اليوم الإنسان بإطلاقه للغازات الكيميائية أمامنا 5 سنوات لحتى نعود لنسبة غاز ثاني أكسيد كربون ممتازة تماما، ولترجع الأجواء بكل العالم أجواء طبيعية. في حال لم يلتزم الإنسان بضبط نفسه ومعالجة بيئته الأرض تتجه إلى كارثة. المتوقع خلال عام 2050، وأنا عم أحكي رقم دقيق جدا، نبدأ بملاحظة ومشاهدة بأم أعيننا نتائج احتباس الحراري ببعض الدول القريبة من القطبين، وبعدين حنلاحظ أنه تقترب شيئا فشيئا لتعم العالم كله، وتصبح إعصار مثل إعصار كارينا مسحة أمام الأعاصير القادمة في المستقبل. لاحظوا كمية الأمطار اللي هطلت بدمشق الغير مسبوقة. هي عينة من عينات حدثت بالعالم كله. حبات البرد الكبيرة اللي كانت بلبنان وبالعراق. حتى امبارح كان في برد. تماماً. الثلوج اللي اكتست فيها صحراء الجزائر، وهذه كانت من الحالات النادرة. طيب نحن أكيد يعني كوننا عايشين على هذا الكوكب عم نتأثر بكل البلدان، بس خلينا نحكي عن سوريا، نحكي عن الوضع البيئي اللي موجود فيها. يمكن كان في مبادرات، يمكن عدد قليل ولكن موجودة على أرض الواقع عم تحاول تعمل توعية مجتمعية. اليوم نحن بسوريا، أول شيء خلينا نحكي عن الوضع البيئي، إذا في دراسات كيف منقيمه. ثانيا شو الخطوات الفعلية لازم نبدأ، خطوات التوعية، نحن بحاجة قوانين رادعة، بحاجة وعي مجتمعي، شو لازم نسوي؟ تمام نرمين، إذا منسلط الضوء على سوريا تحديدا، سوريا ما حقول أن وضع البيئي ممتاز، لا، وضع البيئي مقارنة بمعظم دول العالم هي وضع جيد. فعليا نحن نمتلك غطاء نباتي جيد جدا، نمتلك غابات جيدة، نمتلك نسبة غاز أكسجين طبيعي جيد. فإذا نحن وضعنا البيئي جيد، وأساسا نحن نقع على الخط الأخضر يسمى. هذا الخط الأخضر هو الخط الأكثر خلينا نقول أكثر راحة بموضوع الأكسجين، والأقل تضررا من الاحتباس الحراري. تلاحظوا نحن الأقل تضررا، شفتوا شو صار فينا، هي رسالة يعني للمستقبل. المهم نحن وضعنا البيئي نسبيا جيد، لكن علينا أن نحافظ على هذا الوضع، لا أن ما في تراجع عن السنوات قبل. هلأ هاي هي النقطة، نحافظ عليه. نحن حاليا عم نتراجع. السبب كان في مبادرات مهمة جدا، كان في حد من إطلاق عوادم السيارات الغاز الأسود، هذه المبادرة توقفت ما بعرف ليش، متمنى أنه تعود مراقبة السيارات وعوادم السيارات، نقطة كتير مهمة. إعادة مراقبة موضوع القمامة، البلاستيك، هذا الموضوع كله بحاجة لتضافر المجتمع كله. ونحن الأماكن الصناعية يمكن منبعدة عن الأماكن بالضبط السكنية. بالضبط، يمكن مرت على بلدنا أزمة، اضطر صاحب المصنع، اضطر البلد أنه نحن نضطر ندخل إلى الداخل من خلال معامل الكهرباء، من خلال معامل كتير. لكن الآن نحن أشرفنا على إعادة الأعمار، فبالتالي خلينا نخطط على إعادة أعمار صح بتوزيع المعامل والمصانع على الأطراف لتبقى البيئة الداخلية نظيفة. مثل ما أن أضرار تلوث البيئة أكثر يعني بيؤدي للأضرار اختفاء كمان النباتات، وحتى بتؤدي كمان بأضرار للثروة السمكية، وكمان صحيح. أكيد للإنسان كتير في أضرار للبيئة، لازم احتباس والثقب بطبقة الأوزون والاحتباس الحراري، بالإضافة لأضرار تلوث البيئة، وهذا شيء كتير مهم، هو التقلبات بدرجات الحرارة والمناخ يلي عم نشهده نحن هون بسوريا. لأي درجة نحن واصلين بتلوث البيئة
البيئة بسوريا يعني بشكل واقعي ومنطقي بدنا نقول. تمام، هلا نحن إذا بنعطي مقياس البيئة، أنا يعني عم تخيل قدامي مقياس البيئة، نحن وصلنا تقريبا لمستوى 25%، يعني عندنا نسبة تلوث 25%. هلا نحن بعد 10% بكل دول العالم يعتبر خطر، نحن 25%، لكن نحن نسبيا أقل مثلا من الصين، الصين 85%، أمريكا 65% على ما أذكر، في عندنا دول مثل المكسيك وصلت ل 90% وكوارث عندها. نحن نسبيا مقارنة مع دول العالم لا، النسبة التلوث عندنا الأقل ما يمكن، بالرغم من ظروف الحرب، بالرغم من التلوث العام اللي صار معنا 25%. تمام، لأنه عندنا غطاء نباتي كبير ممتد لمسافات هائلة. تتذكروا جبال طرطوس واللاذقية كلها خضراء، هذا كل سلنفة، هذا كله بيرجع بعيد إنتاج أكسجين وبيحاول يوازن. نحن ما لنا بممتاز، وضع ممتاز لا، ما بدنا نكون مبالغين بالتفاؤل. قلت لك أنا بدنا جواب جيد واقعي ليقدر يسأل لكل حدا عم يتابعنا، لكن نحن عم نتراجع لحتى نحن ما نصير عم نتراجع ونصير مثلنا مثل المكسيك. المكسيك بأيام من السنة السمر نيرمين بيحملوا أنينة الأكسجين على ظهرهم، ما بيقدروا قد ما في تلوث. بالصين بيحطوا لهم شاشات ليراقبوا غروب وشروق الشمس، من كتر السحاب الغبارية ما بيقدروا يشوفوا الشمس، فتوضع شاشات لمراقبة الشمس. تخيلوا لوين وصلوا. نحن عنا بسوريا نظرة واحدة إلى الأفق الشرقي أو الغربي، منلاحظ هي نسبة التلوث التي تحيط بسوريا. هذه نسبة التلوث علينا أن نعالجها كي لا تمتد وتسيطر على سمائنا. نرجع بقى منقول كيف منعالجها، المجتمع، التوعية، حملات التوعية، التشجير، حملات التوعية ووسائل الإعلام قديش ضرورية، مثل مثلا بصباحنا غير والإخبارية السورية دائما عم بتكون بالتغطية الأولى وتوعي الناس على أكثر من حملة من تلوث البيئة وغيرها. قديش أهمية وسائل الإعلام بهالوقت؟ بالضبط سمر، هي الفكرة بوسائل الإعلام، لأنه الإنسان دائما أنتو نافذة للإنسان ببيوته، أنتو الفرد الآخر بالعائلة، بكل عائلة فيها أفراد، أنتو فرد جديد بالعائلة من خلال هذه النافذة اللي تتطلع على الناس. فضروري أنه أنتوا توصلوا رسالة مهمة، الرسالة أنه توصل بكل بساطة نحن عايشين بهذا البيت اللي اسمه كوكب الأرض. أنا لما أكون عايش ببيتي بحاول حافظ على نظافة بيتي، مو معقول أنا كل يوم أكل بالبيت وزدت الأوساخ وهو بيتي بيصير مرتع للبكتيريا والجراثيم. فأنا لازم حافظ على بيئي، على بيتي. البيئة هي بيتي الكبير، فأيضا لازم حافظ عليه، وإلا أنا بعيش بيت لا يصلح للسكن وما في عنا إمكانية ننتقل لكوكب تاني. مثلا نقول إنه هلأ بنحمي حالنا منروح على القمر، منروح على المريخ، خلص تتلوث الأرض ننتقل. لا، خلينا من الأرض نروح على القمر. التكنولوجيا لا تسمح إنه ينتقل سكان الأرض إلى كوكب آخر طبعاً. فمجبرين على هذا الكوكب أن نعيش، ومجبرين أن نحافظ عليه. يعني سمر، أكثر من وسائل الإعلام، نحن بالبداية الفقرة حكينا إنه لازم نبلش من أنفسنا دائما طبعاً. عنا هي ثقافة الكب، من كب من الشباك من السيارة دائما موجودة هي للأسف بمجتمعنا. خلينا نحكي اليوم عن جد على ثقافة تربينا عليها من وقت ما كنا صغار، أنه نزرع شجرة إذا بدنا نقول، نحكي عن موضوع التصحر بالأماكن، قديش حتى بدروسنا بمناهجنا قديش لازم عن جد نركز على هذا الموضوع برأيك؟ هلأ عندنا فرصة كتير كبيرة بصراحة. كمية الأمطار اللي نزلت والمياه الموجودة الآن خلت الغوطتين مرتاحة مائيا، فبالتالي فرصة أنه نحن نعيد تشجير الغوطتين، أنه نعمل مثلا بمدارسنا رحلة نحن ماشيين بهالرحله نعطيهم شتلات يزرعوها بالطريق ويكتبوا عليهم اسماءهم. فهي الشتله عم تكبر مع الطفل. فتخيلوا لما يكبر الطفل ويصير شاب يلاقي شتلته بالقرن الفلانيه. اذا شغله بسيطه جدا، نجيب هالبلاستيك نعمل منه امور لوحات فنيه، نعمل منه شغلات عرض فني كمان كتير ايجابيه. نثقف الطفل ايضا كيف انا الكيس البلاستيك ممكن ارجع استخدمه مره ومرتين وثلاثه. خليني احكي على ثقافه مجتمعيه. اجدادنا كانوا يجيبوا، ولو قلت بالعاميه وسامحوني، الفول كانوا يجيبوه بعبوات معدنيه عشان يحافظوا على طعمه الفول. الان احنا بنحطه بكيس بلاستيك، هذا خطا، لانه حراره الفول او حراره المواد اللي بنجيبها من السوق ذات الحراره العالية تؤثر مع الكيس البلاستيك، فبالتالي تسبب بعض الأمراض. ما في داعي خلونا المواد الكيماوية بس هاي مثل صارت كأنه عادات نيرمين. بدنا نحاول هي عادة يعني مثلا الفول ما حنشتري غير هيك مثلا، وكثير من القصص يعني نحن متعودين نشتريها بهالطريقة وبناكلها مثلا فورا، أو ممكن كمان بالأضرار بنسخنها بالمايكروويف بشي بلاستيك بيكون كمان هذا ضرر. لازم نعالج القصص، هون واجبنا نحن، هون نحن اليوم بالحلقة لنسلط الضوء على هاي القصص للعالم اللي ما بتعرفها، لنقيم الأشياء الخطأ
الخطأ اللي نحن متعودين عليها من عادات وتقاليد هي أكيد خطأ. إيه فشو ممكن تضيف؟ تمام سمر، هي صحتنا بالنهاية. أنا لما أصلح هاي العادات عم صلح صحتي، عم حافظ على صحتي. أنا مثل ما بحاول أخذ مثلا لما يكون في برد ألبس أواعي تقال، لما يكون في شوب أخفف الثياب. ليش؟ مشان حافظ على صحتي. أيضا هذه الأمور أيضا منحافظ فيها على صحتنا. مثل ما تفضلتي الإخبارية السورية بتسلط الأضواء كتير على هالقصص. في عنا مواقع علمية بتدلنا على كل مادة من المواد وشو أضرارها على صحتنا، فبالتالي نحن ممكن نحافظ على صحتنا بأقل التكاليف وبنوفر على حالنا أيضا. صحيح. يعني هذا توفير مصاري من خلال التوعية يعني. صحيح. حسراً. بالنهاية عم نوفر على حالنا مصاري يعني، كمان مو بس صحة، صحة ومصاري، فهذا الشيء أموال يعني، هذا الشيء جيد جدا وذا انعكاس إيجابي علي. فبالتالي أنا لما مثلا أعرف أضرار البلاستيك، خفف من استخدامه الحراري، أعرف شو أضرار الرمي من بالطرقات، هذا كله بينعكس عليه. صحيح. بالنهاية يعني حكينا كثير عن موضوع النايلون والبلاستيك. صحيح. يعني نحن بنعرف لما ننزل مثلا على السوق نروح لعند الخضرجي بنرجع كل واحد معه يمكن 50 كيس. يا حتى برا يمكن موجوده ثقافه كثير حلوه، هو كيس واحد وبينحطوا فيه القصص. حتى من قبل كنا نعتمد على الكيس الورقي، قديش هذا يمكن احسن للبيئه، قديش عن جد نحن نبلش من ذاتنا. يمكن نحن بوضع اجتماعي لا بنروح لعند الخضري او بنروح على اي مكان بيعطونا كثير اكياس نايلون، قديش نحن لازم بقى نجيب هذا الكيس اللي نتبضع فيه كل أغراضنا، ومن أكيد يعني نخفف على حالنا عبء أكياس وأكيد منساعد البيئة يعني. هلأ بصراحة نرمين أنا بدي أشير لقصة صارت معي، معلش اعذروني ولو يعني فضل. أخذ دقيقتين. بأحد الدول الأوروبية يعني كنت عم زورها، فعم اشتريت أغراض فرحت على الحاسب فقلت له ممكن تحط ليهم بكيس؟ فقال لي ليش كيسك مو معك؟ تماما. قلت له لا والله، قال نحن عنا لازم تجيب كيسك معك. قلت له طيب والحال؟ قال بتشتري كيس. هذا المبلغ الذي دفعته لشراء الكيس بيروح لمؤسسات البيئية للحفاظ على الجو. هلأ نحن عنا كياس ببيوتنا بصراحة، وعنا كياس كميات كبيرة. مثل ما تفضلتي نيرمين، هو حل كتير إيجابي. نأخذ هالكياس نحط فيهم الخضرة ونرجعهم على بيوتنا نبقى نستخدمهم. هيك شو صار؟ خففنا من استخدام البلاستيك. لما نخفف من استخدام البلاستيك المعامل لن تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون، لأنه معامل إنتاج البلاستيك هي الأكثر ضرراً على البيئة، وهذا يعني استقرار لغلافنا الجوي. طبعا نحن عم نحاول نعمل توازن، كمان بدنا نوازن بين حاجة الإنسان، حاجة المستهلك، وبين أضرار البيئة. البيئة هي صحتنا، برجع بأكد. وبالتالي معلش ولو تنازلنا شوي على النقطة، حطينا هالكياس بنطوب بنحطه بجيبتنا، أخذناهم معنا على الخضر عند الخضاء عند بياع الخضرة عند البياعين، حطينا فيهم ورجعنا. بسيطة، ما بتكلفنا كتير، وبنفس الوقت نحن وفرنا. وممكن نحن نعمل ثقافة مثلا أنه اللي بيجيب كيسه معه بيرخص من سعره مثلا 5 ليرات، مبلغ من المال بسيط جدا رمزي، يتعلم مبلغ تماما. رمزي بس بيتعلم منه لقدام. صحيح. منه بيوفر على حاله وبيتعلم بهذا الكيس دائما يروح ويجيب أغراضه. بالضبط. هلا نحن إذا حننتقل على الصيف، الصيف مشان إما تبشر العالم يعني شو ناطرنا بالصيف، كيف بدها تكون الأجواء؟ بده يكون الصيف قاسي علينا ولا لا مثل الشتوية ولا لا؟ تمام كتير حلو. نحن هلا مقبلين على شهر رمضان المبارك العام وأنتم بخير. شهر رمضان المبارك رح يبدأ بأيار، لكن رح يبدأ بما نصفه نحن باسم رطب، يعني حيكون الأجواء مريحة برمضان. رح نلاحظ أنه تأخر الصيف لبدأ، رح نلاحظ أنه فعلا تأخر الصيف لبدأ، لكن حيأتي الصيف قصير ومكثف. يعني حنحس الصيف فعليا شهرين أو شهرين ونص فقط، اللي هو بمنتصف حزيران منلاحظ بدأ، حزيران تموز آب، بآخر آب منلاحظ عادة الشتوية. فبالتالي حيكون الصيف قصير لكن مكثف، يعني حيكون في حرارة، حيكون في شوف، حيكون في ارتفاعات حرارة لأنه الشمس بنشاط شمسي جديد، لكن حنلاحظه قصير جدا ورح ترجع الشتوية سريعا جدا. هذا الشيء بيساعد يمكن الفلاحين بزارع على بيساعد على الزراعة. وأيضا نحن بشهر رمضان بيهمنا أنه يكون الطقس معتدل، فالحمد لله هذا العام حسب ما هو واضح بالنسبة لنا للخرائط الفلكية أنه الأجواء رح تكون برمضان أجواء رطبة، أجواء مريحة، ما حيكون في تلج، ما حيكون في انخفاضات كبيرة بالحرارة، ما حيكون هالبرد القارس. تماما. لكن بأيار رح نشهد أنه لسه في جو مريح، يعني ما حنشعر بهالشوب والحرارة العالية. تمام. أكيد يعني بدي أرجع للجملة اللي قلتها، شو منزرع رح نحصد بهاي البيئة. الحل من عنا أكيد. سمار وصلنا لنهاية فقرة. أكيد بنتشكرك أول شيء لوجودك معنا بكل كلمة قلتها بيوم الأرض وبكل نصيحة وجهتها لكل حدا عم يتابعنا. أكيد معلومات قيمة ومنلقاك بحلقات قادمة وبالتوفيق. سمار نيرمين يسعد صباحكم. شكرا. يسعد صباحك. شكرا الدكتور محمد العسيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. شكرا كتير إلك. يسعد صباحك.